الله سبحانه وتعالى في معرض حديثنا عن العبد الرباني اختلف العلماء أو تباينت أقوالهم في تعريف العبد الرباني، وإن كان هنالك من تباين فإنما نستطيع أن نجمعها في بوتقة واحدة لا تخرج منها أبدا. فمنهم من قال بأن العبد الرباني هو الكامل في العلم والعمل، هو الكامل في العلم والعمل، أي من يعبد الله سبحانه وتعالى بعلم وعمل كاملين، كما هو في العلم كامل أيضا هنالك لديه نسبة من الكمال في مجال العمل بهذا العلم الذي علمه الله سبحانه وتعالى إياه، لأن العلم يقود إلى العمل. وقيل أيضا بأن العبد الرباني هو العبد السالك في عبادة الله والعارف به، يعني المجتهد في العبادة أكثر، وحتى يصل إلى درجات ومقامات عالية من المعرفة بالله سبحانه وتعالى. وقيل أنه هو المنتسب إلى الله سبحانه وتعالى حبا ومعرفة، العبد الرباني نسبة هنا إلى الله سبحانه وتعالى، فهو منتسب إلى الله. ماذا؟ ليس بين العبد وربه نسب، ولا ليس بين العبد وربه يعني صلة غير صلة العبودية، لكنه ينتسب إلى الله سبحانه وتعالى بالمحبة وبالعرفان. وقال بعضهم بأن العبد الرباني لابد أن تجتمع فيه ثلاثة أمور: العلم والعمل والدعوة، العلم والعمل والدعوة، ولا يكون العبد ربانيا إلا إذا اجتمعت فيه الأمور الثلاثة هذه. وإذا ما نظرنا إلى كتاب إذا ما نظرنا أو في كتاب الله سبحانه وتعالى لوجدنا أن هذه المعاني الثلاثة متحققة في الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها العبد الرباني أو كلمة الربانيين. الآية الأولى قوله سبحانه وتعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالمقام هنا مقام ماذا؟ تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، تحفظونه وتفهمونه وتبحثون فيه. إذن المقام هنا مقام علم وتعليم. إذن هذا أول المعاني في فيما يخص بمصطلح أو مفهوم العبد الرباني.